مشاهدينا الكرام، اسعد الله مساكم بكل خير. من تلفزيون جمهورية سومالاند احييكم واليكم نشرة الاخبار وابرز ما فيها. نائب رئيس جمهورية سومالاند ولقاء له. وزير وزارة الاشغال العامة والشؤون الاجتماعية ولقاء موسع له. وزير وزارة الزراعة وافتتاح له لدورة تدريبية موسعة. مشاهدينا الكرام، كانت هذه ابرز العناوين واليكم الان النشرة بالتفصيل. التقى اليوم نائب رئيس جمهورية سومايلان فخامة عبد الرحمن إسماعيل الزيلعي بالموكل لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى مجتمعات التي تضررت من موجة الجفاف في كلا من دولتي سومايلاند وصومال، والذي يعمل كسفير معتمد للمملكة العربية السعودية بدولة كينيا. التقى اليوم نائب رئيس جمهورية سومايلاند فخامة عبد الرحمن عبد الله إسماعيل زيلعي بسفير المملكة العربية السعودية المعتمد لها بدولة كينيا، وبرفقته وفد موسع سعودي. هدف هذا اللقاء إلى كيفية التنسيق مع دولة السعودية بالمعونات والمساعدات التي أوصى بها خادم الحرمين الشريفين بتوصيلها إلى المجتمعات القادمة بدولة جمهورية سومايلاند والصومال والمتضررة من حالة القحط والجفاف التي عمت في شتى أقاليم ومناطق البلاد. هذا وتحدث هناك إلى الصحافة المحلية والمرئية المسموعة بجمهورية سومايلاند بكلمة السفير المعتمد لدى المملكة العربية السعودية. سيد الأنبياء والمرسلين، أشقائنا الكرام في أرض سومايلاند، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه ليوم سعيد جدا في حياتنا اليوم بالنسبة للحملة الوطنية السعودية لإغاثة الشعب الصومالي، أن تتواجد هنا وأن تتشرف بوجود نائب رئيس والسادة الوزراء وبمشاركة منظمة التعاون الإسلامي التي حضرت معنا في البداية عندما قمنا بزيارة الاطلاع على ما حصل من الجفاف. في هذا اليوم نتشرف بتدشين بدء العمل في الحملة لتوزيع 25,000 سلة غذاء. طبعا هذه الحملة تمت بموجب توجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبمتابعة من سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز رئيس الحملة. وعلى صعيد آخر، قامت اليوم لجنة المساعدات السعودية بتوزيع المواد الغذائية على أكثر من 350 عائلة متضررة من موجة الجفاف والتصحر التي تعاني منها جميع أقاليم جمهورية سومايلاند. التقى اليوم وزير وزارة الأشغال العامة والشؤون الاجتماعية معالي علي محمد أحمد بمسؤولي فروع أجنحة الوزارة المختلفة، وهدف هذا اللقاء إلى التناقش حول كيفية حماية حقوق الأطفال ووضع حد نهائي للتعديات التي يتلقونها من المجتمع. التقى اليوم وزير وزارة الأشغال العامة والشؤون الاجتماعية مع علي محمد بمسؤولي أجنحة الوزارة المختلفة. هدف هذا اللقاء إلى النقاش حول رعاية حقوق الأطفال ووضع حد نهائي للتعديات التي يتلقونها من المجتمع. هذا وشارك في هذا اللقاء مدراء الفروع المختلفة للوزارة ورؤساء الهيئات المختلفة لرعاية حقوق الأطفال المحلية والخارجية وأعضاء من البلديات والمهتمين بتقديم حقوق الأطفال بجمهورية سومايلاند. وتحدث بداية هناك وزير وزارة الأشغال العامة مع علي محمد أحمد بكلمة أشار من خلالها عن الخطط والبرامج التطويرية التي عدتها الحكومة من أجل حماية حقوق الأطفال، إضافة إلى الفئات من المجتمع ذوي العاهات البدنية. كما أشار معالي الوزير إلى أنه من المهم جدا أن نناقش فيما بيننا في كل القضايا والشؤون التي تخص حقوق الأطفال وحمايتها وجمع نتائج الآراء والأفكار التي تهدف إلى تطوير وحماية حقوق الأطفال، إضافة إلى حصولهم على حصيلة فكرة نيرة تنتهي وتنهي وتحفظ في نفس الوقت حقوق الأطفال. وأضاف معالي الوزير إلى حديثه إلى أنه ومن ضمن خططه المستقبلية أثناء إدارته لمهامه العملية لهذه الوزارة وضع ضوابط تابعة ومفيدة تحمي حقوق الأطفال، إضافة إلى وضع برامج تساعد الأطفال في تطوير حقوقهم الشخصية. كما تحدث أيضا هناك أحد رؤساء هيئة CCBIS التي تعمل في مجال حماية ورعاية حقوق الأطفال، وتحدث أيضا هناك بكلمة مطولة أحد رؤساء الهيئات التي تعمل في حماية مجال حقوق الأطفال. أشار كليهما إلى أهمية المحافظة على حقوق الأطفال ورعايتهم ووضع حد نهائي للتجاوزات والتعديات التي يتلقونها من المجتمع.
افتتح اليوم وزير وزارة الزراعة بجمهورية سوماليلاند معالي محمد أو طاهر إبراهيم تدريبا لعدد كبير من العاملين بالوزارة، حيث هدف هذا التدريب لرفع مستوى كفاءة الموظفين. افتتح اليوم وزير وزارة الزراعة بجمهورية سوماليلاند معالي أحمد أو طاهر إبراهيم تدريبا موسع لعدد كبير من العاملين بالوزارة، حيث هدف هذا التدريب لرفع مستوى كفاءة العملية للموظفين. وأشارك في هذه المناسبة مسؤولين وضيوف شرف آخرون، حيث سيستمر هذا التدريب لمدة 20 يوما. وتحدث في بداية هناك بكلمة وزير وزارة الزراعة بجمهورية سوماليلاند معالي محمد أو طاهر إبراهيم، قدم من خلال حديثه شرحا مفصلا عن أهمية هذا التدريب وفائدته للمجتمع، وكما أشار إلى أن هذا التدريب المقدم إليهم سوف يزيد للموظفين المعلومات الوفيرة، وكما حث من خلال حديثه موظفين بضرورة الاستفادة من هذه المعلومات المقدمة إليهم وتطبيقها في مهام عملهم اليومية لحصول سوماليلاند على الرقي نحو الأفضل والأمثل. شاركت اليوم وزير وزارة البيئة وتطوير الريف بجمهورية سوماليلاند السيدة شكري حاج إسماعيل بوندرا وبرفقتها عدد من مسؤولي الوزارة ومسؤولي وزارة التربية والتعليم العالي، شاركوا في مناسبة موسعة تم من خلالها توزيع نباتات زراعية للمدارس المتفوقة في البلاد. شارك اليوم وزير وزارة البيئة وتطوير الريف بجمهورية سوماليلاند السيدة شكري حاج إسماعيل بوندري وبرفقتها عدد من مسؤولي الوزارة ومسؤولي وزارة التربية والتعليم العالي، شاركوا في مناسبة موسعة تم من خلالها توزيع نباتات زراعية للمدارس المتفوقة، من بينها مدرسة نور الدين النسائية ومدرسة محمد أحمد علي، وذلك برعاية وزارة البيئة وتطوير الريف. وفي كلمة رئيس قسم التخطيط بوزارة البيئة وتطوير الريف سعادة عبد الكريم آدم عمر، قدم من خلال حديثه شرحا مفصلا عن كيفية توزيع هذه النباتات على مدارس الوطن الحكومية منها والخاصة، حيث تبلغ عدد هذه الشجيرات. شارك اليوم عدد كبير من مسؤولي الحكومة من بينهم رئيس حزب كلمية الحاكم والمرشح لرئاسة الجمهورية سعادة مسبحي عبدي وعدد آخر المسؤولين وجماعة غفير من المواطنين، شاركوا في تشييع جثمان الفقيد أحمد ورسم السعيد والذي وافته المنية إثر وعكة صحية بالعاصمة هرقيسة. شارك اليوم عدد كبير من مسؤولي الحكومة من بينهم رئيس حزب كلمية الحاكم والمرشح لرئاسة الجمهورية معالي مسبحي عبدي ورئيس حزب المعارض أعد سعاد فيصل علي ورابه وعدد آخر من مسؤولي الحكومة والتجار وسلاطين وشيوخ عشار وجمع غفير من مواطنين سوماليلاند، شاركوا في تشييع جثمان الفقيد أحمد ورسم السعيد والذي وافته المنية إثر وعكة صحية بالعاصمة هرقيسة. وتحدث هناك عدد كبير من مسؤولي الحكومة وسلاطين وشيوخ العشائر، أشاروا من خلال حديثهم مطولا عن تاريخ حياة المرحوم ودوره الكبير في تطوير وتحسين المظهر العام للبلاد، والذي كان أبرزها خطط المستقبلية التي وضعوها لبناء مشروع طريق طوق عبد وغيره من المشاريع الحيوية بالبلاد. وفي الختام دعوا له العلي القدير بأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ويتقمده في فصيح جناته. التقى اليوم في اجتماع موسع كبار مسؤولي إدارة وزارة المياه لإقليم ساحل وتوكدير وداد مرير، وهدف هذا اللقاء إلى توفير المياه الصالحة للشرب للمجتمعات القاطنة في تلك المناطق. التقى اليوم في اجتماع موسع كبار مسؤولي إدارة وزارة المياه لإقليم ساحل وتوكدير وداد مرير، هدف هذا اللقاء إلى توفير المياه الصالحة للشرب للمجتمعات القاطنة في تلك المناطق عن طريق الآبار والواحات ووضع خطط لإدارة العائد المادي إلى ثلاثة أقسام. وتحدث بداية هناك أحد القائمين بأعمال توفير المياه المهندس إبراهيم دعالي عوكة بكلمة أشار من خلالها عن الأعمال التي تنفذها الهيئة من أجل استباق موسم هطول الأمطار المتأخرة والمنتظرة وتخزين وتوفير مياه صالحة للمجتمعات، وأضاف سيادته إلى أنهم أقاموا نحو هذه اللقاءات إلى جميع العاملين في هيئات الحكومة للمياه بأقاليم البلاد. كما تحدث أيضا هناك المدير العام لوزارة المياه بكلمة أشار من خلالها إلى أنهم وكونهم كوزارة تعمل في مجال المياه يقومون دائما بتوفير إدارة حسنة تساعد موظفي ومسؤولي الهيئة في تخزينهم وتوفيرهم للمواطنين احتياجاتهم التامة لحصولهم على مياه صالحة للشرب سواء كانت لسكان الحضر أو الأرياف، إضافة إلى ذلك عن خطتنا المستقبلية لتولية إدارة المالية لمسؤولي الوزارة العاملة في مختلف مراكز مقرات الهيئة بشكل عام دون حاجتهم إلى تمرير متطلباتهم إلى السلطة المركزية. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام نشرة الأخبارية قدمتها على حضراتكم من تلفزيون جمهورية سوماليلاند، وإلى أن نلتقي في النشرة القادمة تقبلوا مني أنا نعيمة أحمد وفريق العمل أطيب المنى، وفي أمان الله.